رجال لا يهابون الموت ولا يترددون في تقديم أرواحهم فداء للوطن حين تراه تدرك جيدا حسن إعدادهم. يتمتعون بالمهارات والجاهزية والاستعداد القتالي بنقلة نوعية في منظومتهم التسليحية وقدرتهم القتالية. مجابهة التحديات الأمنية وحماية الثروات مصر الطبيعية على امتداد مياهنا الإقليمية. إنهم رجال القوات البحرية المصرية، عمالقة البحار، تاريخ مضيء يرجع بدايته مع بذوغ فجر مصر الحديث إبان حكم محمد علي، لتتنامى القوة البحرية المصرية وسط روح بطولية تناسب دور مصر الإقليمي. حروب مصر المعاصرة سجل حافل بالروائع القتالية لرجال البحرية المصرية، كان أبرزها تلك التي أعقبت حرب يونيو عام 67 حين أغرقت لانشات الصواريخ المصرية المدمرة الإسرائيلية إيلات يوم 21 من أكتوبر عام 67، والذي اتخذته القوات البحرية المصرية عيدا لها. دور تاريخي للقوات البحرية المصرية في تحقيق النصر المبين في حرب أكتوبر عام 1973، ويشرق فجر جديد. وفي أعقاب ثورة 30 من يونيو عام 2013 شهدت القوات البحرية المصرية المزيد من القفزات النوعية في التسليح، وذلك بانضمام العديد من المعدات والوحدات البحرية وفق أحدث نظريات التسليح العالمية، بما يعزز تنفيذ المهام القتالية لحماية مياهنا الإقليمية على كافة المحاور الاستراتيجية. هذا بالإضافة إلى الاستفادة من القدرات الفنية لقواتنا البحرية في تصنيع العديد من الوحدات البحرية بأياد مصرية. سمعة عالمية ذهبية وثقل إقليمي أدى إلى سعي العديد من القوات البحرية الشقيقة والصديقة للقيام بالعديد من التدريبات المشتركة للاستفادة من الخبرات القتالية لقواتنا البحرية. ومنها كما تم تنفيذ العديد من التدريبات العابرة مع بعض الدول الصديقة، بين ماض عريق وحاضر مجيد يحق لمصر أن تزهو بقوتها البحرية حماة السواحل المصرية الذين يبذلون أقصى درجات التفاني في العمل لتبقى قواتنا البحرية دائما قوية حديثة قادرة على حماية أمن الوطن ومنجزات شعب مصر العظيم، ولتكون وبحق نجما ساطعا في سماء الوطن.